وده اتفضل يا كابتن. النادي الاهلي ناس كتير زعلانه طبعا، اكيد احنا منهم. تمام. النادي الاهلي عشان يطلع بمباراه بمجريات المباراه اللي مشيت النهارده بالاداء اللي قدمه لعيبه النادي الاهلي، انا شايف ان هو حرام المباراه دي تطلع 2-1 بس. هل تتفق معايا؟ طبعا ده كلام مظبوط ده، بس في البدايه يا كابتن حابب يعني ان انقل يعني على الاقل ثقتي الكبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي وجهاز الفني للنادي الاهلي. مفيش شك. وانت بتتكلم على مباراه نهائيه، مباراه نهائيه ان تخلص ان انت كسبان، دي برضو حاجه كويسه جدا. لازم نتكلم على النواحي الايجابيه في الاول، وقبل ما ادخل برضو في النواحي الفنيه عايز احط علامه استفهام كبيره جدا على حكم اللقاء، على اختيار حكم اللقاء ده نفسه. انا موجود وحياتي كلها كوره وشغلي كله في الكوره، انا اول مره اسمع اسم الحكم ده. طب بص يا جوده برضو عشان يعني الواحد يبقى امين، هو معتز ابراهيم الحكم الليبي من الحكام اللي هي طالعه الفتره اللي فاتت وماشيه بشكل كويس جدا، حتى احنا كنا عاملين حلقه واتكلمنا ان الحكام الاسماء القديمه اللي احنا متعودين عليها من سيكازوي. حكم كم مباراه ده؟ حكم كم مباراه في دوري ابطال افريقيا ده يا كابتن؟ لا شغال. لا مش مستحيل. شغال الفتره اللي فاتت. لا بيشتغل. هو حكم كويس، بس انا اتفق معاك النهارده ان هو غير جيد يا كابتن. الحكم يعني حاسس فيه، هو الماتش حاسس ان هو ايه يعني ماتش كبير يا كابتن. ماتش كبير عليه. ما هو ده انت حضرتك يعني تطرقت لكذا نقطه ورجعت للنقطه اللي انا بقول عليها ان أيوة ده المباراه كبير عليه، بس هو حكم كويس. طب يا كابتن ما النهارده كان في لاعب يطرد وكانت النتيجه 2-0، كانت ممكن تبقى 3-4، ويعني في خطا مؤثر بطريقه كبيره جدا. لو احنا عايزين نقول ايه اسباب اللي ممكن المدافع يطرد فيها، الراجل طلع لاعب الكره بايديه وبيرسي تاو كان يعني شبه انفراد تام، وكانت ممكن تبقى 3-0 مع ان الراجل ده كمل المباراه، فده خطا مؤثر جدا. هنقول مباراه كبيره عليه او هنقول ان الحكم ده اتحكم الزمالك والزمالك وبلوزداد في الجزائر يا كابتن، وحكم مباراه العوده اللي هي الاهلي رجع فيها بتعادل سلبي من الرجاء. العوده اتحدى ان تاريخه الافريقي كله ما يعديش 5-6 ماتشات. هو جديد، هو لسه صغير. انا بقول لحضرتك انا ما اعرفوش، وفي مشكله، في مشكله دايما في المباريات النهائيه وخصوصا مع الفرق المغربيه او مع الوداد في حته التحكيم دي. فانا يعني من هنا اكيد، واكيد مجلس اداره النادي الاهلي هيعترض على حكم اللقاء او هيقدم شكوى، لان الموضوع ما ينفعش يعدي كده، لان احنا عندنا مباراه تانية مهمه جدا. دي هتبقى بمملكه سيما، المباراه الاثيوبي بمملكه سيما هو اللي هيحكمها. تمام، حكم كبير وكل حاجه، بس احنا برضو لازم يبقى في تحرك من مجلس اداره النادي الاهلي في النقطه دي بالذات. وعايزين برضو الجهاز الفني ياخد اللعيبه في مباراه العوده في المغرب للنواحي الفنيه فقط، ولا عايز انا كمدير فني على فكره. مفيش حاجه تقلق يا جوده، انت لو بصيت وانا بقول لك النادي الاهلي راجع من تونس كسبان 3-0 وراجع من المغرب مع الرجاء متعادل 0-0. انا على فكره انا مؤيد كلام حضرتك تماما يا كابتن بركات، يعني احنا انا عن نفسي يعني مطمن جدا وواثق جدا. في المباراه نفسها بقى اتكلمنا برضو هنا قبل كده على موضوع اضاعه الفرص واضاعه الاهداف، وقلنا في المباراه دي بالذات او يعني انت عارف حضرتك لسه الاتحاد الافريقي بيتحسب الهدف باتنين، يعني يمكن اتلغت في اوروبا. ازاي اوروبا؟ يمكن اتلغت في اوروبا. ف برضو هنقول يعني انا وانا جاي كده عمال افكر، قلت اكن المباراه النهائيه زي الموسم اللي فات مباراه واحده، اكنها مباراه واحده في المغرب زي الموسم اللي فات بالظبط. انت رايح ان شاء الله عندك فرصه الفوز وفرصه التعادل، فريق الوداد ما عندوش غير فرصه ان لازم يفوز على النادي الاهلي هناك. فاعتقد انما النهارده اداء لعيبه النادي الاهلي ونتيجه اللقاء، لا نتيجه اللقاء دي لا تعبر عن سير اللقاء تماما، وعن تالق كبير جدا سواء لبيرسي تاو لحسين الشحات لكهربا. النهارده كابتن دودار بيقول عدم التدخل في التغييرات. انا مش لازم كمدير فني اغير يا كابتن، انا لو قاعد مكان مستر كولر مش شرط ان انا اغير. لو شايف ان الدنيا ماشيه بالظبط كويس، مفيش حاجه اسمها يعني برضه الراجل كان كسبان 2-0 كسبان، ويا كابتن انا متاكد ان هو كان قاعد هو والجهاز الفني عنده حيره كبيره جدا مين اللي يخرج. يعني مش موضوع الثلاثي خصوصا ان معظم تغييراته بتبقى في الجناحين، والجناحين ماشيين بشكل كويس قوي بشكل يعني. برافو عليك كابتن بركات، يعني اذا كان حسين او بالظبط. فلا الومه على عدم التدخل او التغييرات في توقيت مبكر، مش شرط. هو مش بغير جناح بجناح، يعني لو في حاجه تتطلب في المباراه ان انا اغير او اعمل تغيير، وفي يعني حتى في تغيير بتغييرتين هو في الطبيعي حتى ما بيعملوش دايما، زي ما حضرتك بتقول بيطلع جناح وينزل جناح. انا الاجنحه عندي في احسن حالاتها النهارده،
يعني ما اتكلمتش على اجنحه، انا بتكلم على الاثنين 8. الاثنين 8 كمان بتتكلم على حمدي وحمدي وديان. بص يا كابتن، تغيير طريقه اللعب في مباراه مهمه جدا. ما قلتش تغيير، ما قلتش تغيير يا كابتن. ما هو بيلعب 4-3-3. انت بتقول 4-2-3-1. لا انا ما قلتش 4-2-3. مش انت امال انت عايز قفشه يلعب فين؟ ما هو قفشه اصلا بيلعب مع الراجل ازاي؟ بيلعب تحت راس الحربه. لا بيلعب برده، بيلعب رقم 8. هيأديها ازاي؟ قندوسي بيلعب برده رقم 8 يا كابتن. لو احنا جينا دلوقتي يا كابتن، احنا طبعا محللين، بس لو حتى لو رحنا لصفوف الجماهير، لو انت قارنت لي هتلاعب قفشه ولا حمدي فتحي، هتقول مين يا كابتن بركات؟ اكيد حمدي. اكيد لا يا كابتن، مين هيبقى عايز حمدي؟ بالظبط. انا قلتش يا كابتن ان حمدي ما ان كان انا اصلا واحنا موجودين مش حمدي مين بدأنا حمدي لو هو في حالته حمدي اللي يبدا وديانج يبدا. لكن يعني يا كابتن التدخل، سيبك ان هو راجع من اصابه ولا كان كابتن مجهود حمدي هو اللي موجود على مجهوده البدني، وكل الناس بتتكلم على بشكل كبير جدا. الشوط الثاني هو وديانج هل لازم انا كمدير فني اتدخل؟ انا ما قلتش حتى لو هعمل التغييره دي ممكن انزل عمرو السوليه مثلا. طب ما انا قلت كده، بقول لك قفشه او السوليه. انت قلت قفشه والقندوسي. لا انا قلت قفشه والقندوسي والسوليه. لا انا قلت كده، قلت السوليه او القندوسي او قفشه ينزل ينشط نص الملعب بتاع النادي الاهلي، لان لعيبه نص الملعب في نادي الوداد ابتدوا يتجرأوا يا كابتن.